الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني الفؤاد ما كذبش الرؤية، أصلا الرؤية تقول يمكن لتخيل، قل له لا الفؤاد قال. طيب اختلف العلماء في الرؤيا رأى ولا ما رأاش، وعملوا قصة طويلة، قلنا علم لا ينفع وجهل. المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى في التكليف، كان بيكلف وهو في الأرض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء، لازم لخطر هذا التكليف بده يديله خطر، وبعدين راح لنور ربنا، وربنا اللي خاطبه بدون وحي، يكفي أن يخاطبه الله بدون إيه، ويكفي أن يقول هو نور أنا أراه. طب واللي قالوا يقولوا انه اراه، طب ما الله يقدر يبان له في الارض، ليه طلع له السماء كلام يعني. فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو، وبعدين نقول لك القمر ظهر، فواحد يقول ظهر، انا مش شايفين، افتح الشبابيك، مش شايفين القمر، ما هو القمر في السماء. نقول له ظهر لمن على السطح، اطلع على السطح تشوفه، يبقى المكان لا للمرء ولكن للرائي، لا يرى إلا في هذا المكان. وبعدين أفتمارونه على ما يرى، دي ترجح إنه رأى، أفت بتشككوا ليه في إنه رأى، أفتمارونه من طلعت السماء، وطلعت السماء إيه؟ ده احنا قايلين في آية هناك اللي هناك دي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا أم قال إيه الحزئين، قالوا ده سلطان العلم. أم قلنا طب سلطان العلم ما كانش يقولوا يرسلوا عليكم أشوحاء وشوازم من نار، ده بسلطان منه هو ينفذك كده بغيرها بدون هوا. لولا هذه الآية لكان قال لما قال ثلاث السماء وصور له ده ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. أفتمارونه على ما يرى، طب ما هو شاف جبريل هنا في الأرض وشافه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى، الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله، ورآه من آيات ربه الكبرى، هيقولها برضه من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات، أكبر الآيات هي إيه؟ طب ما هو تكلمه ربنا، قال له ما شافش نوره وكلمه في الأرض، إنما ده كلمه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، سدرة النبء، شجر النبء ده، وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى. النبء ما تعرفوش النبء، النبء ده حب كده وناكله زي زي الزيتون، قد الزيتونة كده، أيوه. وده بقى له شوك كبير قوي، ولذلك ايه في صدر مخضوض، يعني ما فيش فيه شوك، يعني في الاخر هيبقى صدر برضه، بنحب الصدر، انما هيبقى ايه مخضوض، مخضوض الشوك، ايه الشوك بتاعه. قال لك ايه ثمارها، إيه الواحده منهم كقلال هجر، قلال يعني البلاص بتاع هجر، نعم. واوراقها كازيان الفيله، وايه يعني كلها في السماء ولا في السماء؟ قال لك عرضه يعمل في السماء، ده بيعمل شجر في النار، إن الشذاذ الزقوم طعام الأسيم كالمول يغرف الوجوه طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قال لا إيه العظمة دي بقى، شجرة بتبقى في أصل الجحيم. قال لك القدرة يا أخي، طلاقة القدرة، يعمل من البحر يبس جبل، المية كده بقت جبل، ويضرب الجبل يطلع مية اثنى عشر إيه دي طلاقة القدرة. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة، رأى جبريل بقى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ومعنى منتهى ينتهي عليه علم الخلائق، ما فيش حدش يطلع هناك، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى التي تؤوي، ومعنى تؤوي تؤوي مين؟ أم قال لك الناس اللي إيه الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة دلوقتي، ولذلك بقول لك ما تعتبروش ليش معنى هنا. أم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف، ده ما مات شهيد، والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عندي، أنا واهب الحياة فأنا اللي أخذ الحياة، فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول له كيدا فيك أخليه حي، أحياء عند ربهم إيه
ومش احياء كده بس يعني يرزقون يعني بياكلوا ويشربهم. الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه، وبعدين اني وهن العظم ايه مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعاء ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره، وقال له امراتي عاقر وانا بلغت ايه من الكبر عتية، وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع. كبر عتية تعدية دي يعني فتوانة. طب ده الكبر ضعف، ثم جعل من بعد ايه شيبة ضعفا ايه، ثم جعل من بعد ايه قوة ضعفا وشيبة. طب ازاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف؟ يبقى تاء عات ازاي دي؟ طب ده عات يعني فرعون، هن فرعون لعات في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض ولا فساد. يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي. شفت بقى وعدنا فيها ده على منا، قلنا الله ما معنى العاتي والذي ما يغلبوش غالب ويبقى فتوه. طب والكبر يبقى فتوه ده بيقول له ادخل إيدي ياودي تعدلني ياودي وزني ياودي طلعني ياودي. أم قال لك تقدر تدويه؟ لا أهو ما يقدرش أي دوي يعالج الكبر، يبقى افتو على الايه على اي حد افتو حش يقدر عليه ابدا. نعم بلغت من الكبر حش يقدر. نعم لما جه سيدنا بقى زكريا وطلب سيد ولي من بعده يرثوه مش عارف ايه، قال له ذلك بلغت من الكبر ياتي امراتي عاقر. يعني الاسباب البشريه مش موجوده، ده بيتكلم رب له طلاقه في القدره. قال له خلاص بشرناك بغلام، ومش بس كده اسمه يحيى. قال لا اسمه يحيى كمان؟ قال له اسمه يحيى. قعدنا دخل اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي أبلاء اولادنا اسماء فيها فأر، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فضل يعني عشان يمكن يطلع فضل مش كده. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن زكي ويطلع غبي، نسميه سعيد ويطلع شقي. ان انا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايد ربنا، يا يدي كده يا ما يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش؟ طب هيحيا وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده ما دام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيى الى ان تقوم الساعه. ولذلك ثبت كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، ومات شهيد وانقتل، يبقى حياته شهادته اتصلت بحياة دنياه اتصلت بحياة اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له ما تموتش بقى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها يعني يجي حاجات تغطيها كتير خلق لله بقى، اللي هي الجراد الذهب والمش عارف ايه وشغلانه كبيره كده، والملائكه تيجي هناك بتوع اللي ما ينزلوش لحد هنا اللي هم قاعدين فوق. ولما يقول يغشى السدره ما يغشى يبقى دليل على انها حاجه عظيمه، زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم، يعني بالحاجه كبيره. اوحى الي ما اوحى يعني شيء كبير قوي، يبقى ما تيجي الايه هنا لكثرة الايه لكثرة الشيء. فغشاها ما غشى يعني شيء كبير قوي، او اي شيء او هو شيء عجيب لا العقول ما تقفش عنده لانه عمل ربنا. اذ يغشى السدرة ما يغشى، في طيور بقى اشكال والوان كده من بتاعه السماء بقى، طيور الارض فيها حاجات عجيبه. اذا كانت طيور الارض فيها حاجات عجيبه وبنعملها في اقفاص ونعمل بقى زينه، يبقى الطيور اللي في السماء دي ايه شكلها؟ يغشش عليها على الشجره. وجراد الذهب زي ما بيقولوا، جراد الذهب له قصه مع سيدنا داوود، اما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا وبيتجلى، وبعدين شاف جراد من الذهب رتل من جراد الذهب نزل على السطح، قام تنى توبه وقعد يجيب الجراد ويحطه في التوب. تجلى له الله فقال يا داود ألم أغنك؟ إيه الحكاية اللي تتعبينها دي؟ قال له ولكن لا غنى لي عن فضلك. الله الله.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ إلى أهله، بس الفرق نقطة واحدة. زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول احنا ده فلان زوغ من بين، زوغ يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يبن. اللي هي يتسللون منكم لوازن، الوزن يعني ما حدش يعرفه، هو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول، تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، شوفهم مشوا امتى، نقول لهم ده لوازن، لوازن دي. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره. يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه، ولقيت والدنيا كلها جت وعيالك جت قعد وياك، ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ما ميل كده عشان يشوف كده عشان. يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغاية، قعد وياك، قعد وياك ما شفت لها. ما زاغ البصر وايه وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلمة الكبرى زي الأكبر، تأنيث الأكبر، كبيرة وكبرى، كبير وأكبر. يبقى جمع كبيرة كبرى، وجمع كبير أكبر. طيب ثالثا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى دي وصف للآيات؟ رأى من ربه الآيات الموصوفة بأنها كبرى، أو رأى الكبرى من الآيات؟ تبقى مرة تكون الكبرى هي كل الآيات، فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة، ولكن فيه إيه؟ كبرى منها. فرأى من آيات ربه آية واحدة هي لأكبر الكبرى. وبين الكبرى والأكبر احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث وأكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير، أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ إحنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير، طب ما أن أعلى منها الأكبر، كان نقول الأكبر. الكبير ولا الأكبر؟ هذا فلان كبير وهذا أكبر منه. يبقى الآن مبالغة في الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمى نفسه من الأسماء الأكبر؟ قال لك لأن اللي يقابل الأكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس ده زيد شوية، إنما لم يقابل الكبير صغير، فلما أقول من أسمائه الكبير أي أيوة وما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضه أكبر، بس في مهمته فيه كبير. إزاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمة العمل، لأن العمل ده إنتاج بحركة، والإنتاج بحركة ده عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم إيه؟ واسطة بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس، يقوم يأربط فيها قوي، إنما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اتركوا التجارة ولا اتركوا الشراء، اتركوا البيع اللي هو ايه، لان في الحاجات التانية يمكن الزرع مثلا يمكن استنى سنة ولا نص سنة ولا بتاع، انما في البيع على طول ده الربح على طول. فاترك الاهم اهم حاجة، ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع خلاص، وروحوا فين لسه عشان تصلوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن أخرجهم من بيع
لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة، يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد، بس لما يذهب إلى المسجد عشان يقابل ربنا ده أكبر من الحكاية بتاعتكم، إنها برضه حكايتكم كبيرة، حكايتكم إيه؟ كبيرة مأمور بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الأحرام، ما قالش الله كبير، قال الله أكبر، يعني تعالى أكبر مما في أيديكم، أكبر مما تعملون، أكبر من وقتكم، أكبر من تجارتكم، أكبر من دراستكم، كل ذي مطلوبة وهي كبيرة، بس أنا أكبر منها لأنني أدعوكم وأديكم طاقة تعينكم عليها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع، بينتقل إلى اللي بيعبدوا الأوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو ده. تعالوا بقى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، شفتهم إيه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم تاني ملوش شكل خالص، يعني صنم تمثل إنسان كان بيعجن اللات، كان بيلت لهم العجين ويحط لهم الإدام ويديهم زي الفطير يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لأنه كان بيريح الستات من الطحي، ولما يجوا ضيوف يقولوا مش عارف إيه، فكانوا بيحبوا الرجل. والرجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليه قوي. لما زعلوا عليه عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه به، وبعدين عبدوه، وبعدين عملوا الشجرة اللي هي العزة اللي النبي أمر سيدنا إيه خالد إنه إيه إيه إنه يروح يقطعها ساعة ما قال يا عزو إيه كفرانك إيه لا غفرانك، إن الإله إن ربنا قد أهانك، مش كده ولا؟ فأرى أنتوا شفتوهم، أنا خليكم تحكموا عليهم، روحوا شوفوه. حاجة لما الهوى يوقع منهم تروحوا تسندوه، لما يقع وينكسر منه حتة كده تروحوا تجيبوا ترميم وتجيبوا مسامير وتجيبوا غيره وتقعدوا تلزقوه، إله بتعدلوه وتنحتوا ده. شفتوهم أفرأيتم، شوفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا آلهة إزاي، ينفعوا آلهة وهم اللي جابوهم حطوهم، هم اللي نحتوهم وهم اللي، قال لك هم عملوهم آلهة، هم عملوهم إيه؟ ليه عملوهم آلهة يا أخي؟ يضرهم؟ قال لك لا، أمال إيه؟ قال لك لأن طبيعة التجين فطرية في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان. هناك لما أخذ الله على في عالم الذر، عالم الذر إحنا ذر في ظهر آدم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إن تقولوا بلى إيه؟ صدقتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو إننا كان أهلنا أباء واتبعناهم، فهموها كويس. يوم لما الإنسان تتنفض عنه الشهوات تيجي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك، لكن مطلوبات الإيمان شيء صعبة، يقوم يتمسح في أنه يؤمن بواحد عشان يعيش مرضى غريزة الإيه؟ الإيمان، ولا مش تكلف ولا أي حاجة، لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي. الشمس يعبدوها، لا قالت لهم إيه العباد تعبد، إن عبدتونا أعمل لكم إيه؟ وما طب ما هي قالت ايه؟ طب ادونا منهج الاله ده، منهج بلا اله، يبقى كلام كذب كله. يبقى دي بيعملوها الراحة مواجدين من عالم الايه؟ من عالم الذر اللي اخذ من ظهر مين؟ اخذ من، ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان تقوم الساعة فيه جزيء من ادم، لان الميكروب اللي انشأني من ابويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي، يبقى حي مكروب حي أخذ عن أب حي، ومكروب أب الحي أخذ عن أبيه الحي، وزلزلها إلى أن يوجد من آدم. فكل واحد منا فيه إيه؟ وشبهناها بالسنتيمتر المكعب من مادة حمراء وحطناها في إزازة ورجناها وخدنا قطرة من الإزازة فيها من الذرة ولا ما فيهاش؟ طب خدتها وحطيتها ببرميل، حطيتها في البحر ورجت البحر، يبقى فيها ولا لا؟ إذن كل واحد منا فينا ذر، فيه ذرة من آدم، من آدم لم يطرأ عليها موت أبدا. دي اللي بتستيقظ في النفس الإنسانية، وبعدين بيجي تيجي النفس اللوامة بقى تقول أنت عملت كده ليه؟
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ملاه الأخرى متأخرة يعني، لأنها ما كانتش لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان. وبعدين قال لهم تعالوا بقى أنتوا اتخذتوا الملائكة كمان، ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة، أنهم ما شافوش الملائكة إنما سمعوا عنهم هو بس اتكلم، إنما آمنوا بالملائكة غيبا كده. وقالوا إيه هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا، برضو اتمحكوا في ربنا. نقول له ما نعبدهم معنى العبادة إيه؟ ما معنى العبادة الطاعة لله، طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم إيه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا لكم إيه؟ ما قالوا لكمش حاجة. يبقى كلمة ما نعبدهم مش نفع. لو قلتم ما نقرب لهم إلا ليقربونا إلى الله زول فيبقى معقولة، إنما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكة بقى، هتاخدوا الملائكة مني ليه؟ طب إذا كنتوا خدتوا الملائكة أنتوا بتسموهم إناث ليه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنتوا عارفين اتخلقوا إناثا، ده الملائكة لا إناث ولا ذكور، ده خلق آخر كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة كان فيها تأنيث. طيب أنت لما خدتوا الملائكة وأنا حقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرأ الآية بقى ثاني، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين إيه ذنوبهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر حيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حجر من ضمن الله، إنما إزاي بقى عيسى اللي عبد والعزير إزاي حيروح والملائكة؟ قال لك لو فطنت إلى التعبير لما احتجت إلى هذا، ما قالش إنكم ومن تعبدون، إنكم قال وما تعبدون وما لا تطلق إلا على العاقل. يبقى لا عيسى لا عيسى رايح ها، ولا عزير رايح، ولا الملائكة إيه، ولا الملائكة رايحين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ وبعدين سميتوا الملائكة إناث، تلك إذن قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، أنتوا بتعتبروا الإناث أدنى من الذكور، هنسميكوا كده أنهم أدنى من الذكور. ثم لما تاخدوا المسألة تاخدوا الأدنى وتاخدوا الذكور وتسيبوا ربنا الإناث، هو أنتوا اللي خلقتوا يا أخي عشان تتمجدوا تاخدوا اللي على كيفك؟ ربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الافضل في نظرك يعني، افضل وان كان ده لا افضل وده ده افضل. ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة. لو كنتم منصفين كنت تديتوا للي خلق الذكر، انتوا خدتوا ليه الانثى. ولذلك هناك في قصة سيدتنا مريم حينما قالت ان ام مريم امرأة عمران قالت ايه